وللقاء المزيد من الإضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي فيصل الشيخ. أستاذ فيصل، بداية نرحب بك، وكيف تصف العمل العدائي الغادر ضد قوة الواجب البحرينية على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية والذي تم أثناء سريان الهدنة الأممية ووقف إطلاق النار؟ نعم، في البداية يجب القول أن عشنا يمكن خلال الساعات الأخيرة عاشت البحرين ألم فقدان خيرة شباب هذا الوطن من جنود البحرين البواسل. عشنا ألم مثل ما وصفه جلالة الملك حفظ الله حينما التقى عوائل الشهداء بأن هناك شهيد في كل بيت بحريني، عزيز على كل بيت بحريني، بالتالي نحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى مثواهم الجنة. ليس أول شهيد بحريني يسقط ويستشهد وليس آخر واحد، وهذا ديدن جنودنا البواسل الذين يعني يخرجون على هذه الثغور وهم يعرفون بأنهم قد لا يعودون، لكنهم يذهبون بسبب إيمانهم بأن هناك واجب مقدس تجاه هذا الوطن تجاه هذه الثوابت. ما حصل من غدر أمر مفجع أدانه العالم جميعا، مثل ما شفنا ردود الأفعال. قبل أسبوع فقط كنا يعني نتابع الأخبار عن وجود هناك بعض البوادر الإيجابية لإعادة السلام في المنطقة وإعادة الهدوء والاستقرار لليمن، لكن تفاجأنا بهذه العملية الغادرة التي راح فيها شهداء من البحرين. بالتالي يعني مثل ما كان بيان قوات التحالف، يجب أن يكون هناك رد، يجب أن يتم محاسبة المتسببين ومثولهم عند العدالة مثل ما بينت مملكة البحرين. ما حصل أمر مؤسف ولا يدعم جهود السلام في المنطقة. طبعا بالنسبة لنا احنا كبحرينيين، يوم مليء بالمشاعر، يوم مليء بالوفاء البحريني لهؤلاء الأبطال، لعوائلهم. تقدم الصفوف جلالة الملك باستقبال عوائلهم، سمو ولي العهد رئيس الوزراء بحضور الجنازة، معالي المشير، سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد. شفنا اليوم البحرينيين كيف يقدرون هذا الدم البحريني الذي يذهب فداء لهذا الوطن، ونقول والحمد لله لدينا قيادة حكيمة في هذا الوطن، لدينا والد لكل أبناء الشهداء هو جلالة الملك، ومثل ما نعرف هناك الصندوق الملكي للشهداء والذي لم يقصر في السابق مع عوائل الشهداء ولم يقصر إطلاقا من خيره وفضله على عوائل الشهيدين الذين نحتسبهم في جنات الخلد. لكن ما حصل من خرق للهدنة يجب أن يعني يؤخذ بعين الاعتبار، ويجب أن تعاد الحقوق لأصحابه، ويجب أن يحاسب هؤلاء المجرمون على هذا الفعل الآثم الذي بسببه عاشت البحرين اليوم ألم كبير جدا. نعم، إذن الكاتب الصحفي فيصل الشيخ، شكرا جزيلا لك.